أهلنا أهلنا في محافظة نينوى ومدينة الموصل خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأن يعيدوا علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية باليمن والبركة والأمن والأمان والسلام للجميع. ما يخص الوقود والبنزين وفي محافظة نينوى، لاحظنا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك يعني بعض الزخم على بعض المحطات، وهذا الشيء مألوف بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وتسوق الأهالي في شهر رمضان المبارك. نحن اليوم كمحافظة نينوى نستهلك ما يقارب أكثر من 2,600,000 لتر يوميا. أحيانا المنتجات النفطية تقوم بتوزيع لحد 1,800,000 لتر. المستودعات لديها الخزين الكافي، جميع المحطات الحكومية مفتوحة 24 ساعة ولديها الخزين الكافي، لكن زخم السيارات على المنافذ التوزيعية هو لورود الكثير والمئات من سيارات المحافظات المجاورة والمحافظات التي تؤم المحافظة لغرض التسوق والحركة الاقتصادية التي تشهدها محافظة نينوى. نهيب بأهلنا بأن يعني يكتالوا البنزين لمن يحتاجه، بحيث اليوم كنا في جولة ليلية مع السيد المحافظ المحترم، لاحظنا أغلب السيارات ليس لديه نقص سوى 10 لترات أو 15 لتر، وواقف بالسرة لمدة يعني ربع ساعة 20 دقيقة. عليه نريد من الأهل أهلنا الأعزاء أن يرتاد المحطات من هو يحتاج البنزين فعلا ولديه النقص الكبير، حيث هذا الموضوع يشكل عبء وزخم كبير، بحيث قسم من السواق يقوم يعبي بنزين بكمية أو 2000 دينار أو 10 لترات أو 12 لتر. هذا يعني يؤثر على حق المواطن الذي هو محتاج البنزين وفعلا يعني سيارته فارغة من البنزين. فنرجو من الجميع التعاون من أجل إبقاء هذه المحافظة هي الأولى في كل شيء، تزامنا مع إعمار والازدهار والأمن والأمان الذي تمر به المحافظة.